نفذ القضاة اليوم مضرابا عاما سيمتد 5 أيام، وذلك تنديدا لما وصل إليه الوضع الوبائي داخل المحاكم، خاصة مع إصابة أكثر من 200 قاضي بفيروس كورونا. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة. سيد القاضي، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا بك وشكرا على الاستضافة. أهلا بك سيد القاضي. أولا، هل يمكن القول أن وفاة القاضية سونيا العريبي القطرة التي أفاضت الكيس وأجبرتكم على تنفيذ هذا الإضراب؟ بالفعل هو وفاة زميلتنا سونيا العريبي الله يرحمها وينعمها كانت بالفعل القطرة التي أفاضت الكأس، لأنه نتيجة الوفاة اللي حصلت لها كانت نتيجة الإخلال الكبير اللي تشهده المحاكم في حماية القضاة وحماية الإطار الإداري وحماية السادة المحامين وحماية المواطنين، هي نتيجة لتهميش كبير من قبل الحكومة من قبل وزارة العدل لهذه السلطة ولمقدراتها، نتيجة تهميش للقضاة ولوضعهم المادي ولظروف عملهم اللي للأسف احنا تحدثنا عليها المسألة هذه في أكثر من مناسبة. احنا في كل مرة نخير التعاطي السلمي مع هذه الملفات الحارقة، نتوجه إلى وزارة العدل، نتوجه إلى رئاسة الحكومة، نحاول أن نبسط معناها ملفاتنا وهواجسنا والإشكاليات اللي نعاني فيها بشكل يومي معناها في إطار الجلسات الحوار بين السلطة التنفيذية وجمعية القضاة التونسيين. للأسف في المرة هذه لقينا انه ما فما حتى تجاوب مع هذه الملفات، وصلت الوضعيه الى انه المحاكم ولات بؤر لتفشي الفيروس. المواطن اللي يجي للمحاكم باش يطلب الخدمه القضائيه يروح لداره بفيروس، القاضي اللي يجي باش يامن المرفق القضائي، واحنا نحب نقولوا احنا رانا مواطنين في تامين العمل القضائي نتاعنا وما قصيناش على العمل حتى في الموجه الاولى ولكن حتى في الموجه الثانيه، ولكن نجد انفسنا معناها متروكين من قبل السلطة التنفيذية من قبل الحكومة ووزارة العدل وحتى كذلك المجلس الأعلى للقضاء، ما فماش حتى رعاية للقضاة وتأمين الحد الأدنى من السلامة والصحة للقضاة. حتى القضاة اللي يصابوا بفيروس الكورونا ما يتمش التعهد بهم من الجانب الصحي والتكفل بهم وعلاجهم، ومعناها رغم اللي نعرفوا اللي وضعهم ما يسمحش بالتوجه نحو المساحات الخاصة أو حتى نحو معناها المستشفيات. كذلك الملفات القضائية الكبرى لم تفتح بالمرة، القانون الأساسي اللي باش يضمن للقضاة حمايتهم ويحفظون كرامتهم وضمانات استقلاليتهم وسلم تأجير مناسب يتماشى مع المعايير الدولية ما زال ما تفاعلش. احنا بطبيعة الحال بقدر ما نتألموا لوضع بلادنا، ولكن هذا من مصلحتنا زادة ومن واجبنا ان ندافعوا على زملائنا وما يوصلش الحد الى انهم يتوفوا بهذا الفيروس. احنا مرينا بزوز اسابيع معناها على غاية من الصعوبة، فقدنا فيهم 3 زميلات نتيجة الامراض ونتيجة المعاناة اليومية من العمل المكتظ. القاضي التونسي يفصل في 1300 قضية في السنة، وهذا يفوق أضعاف المعدلات العالمية، والقاضي معناها في ظروف مادية متدنية ما عندوش الأجر اللائق، ما عندوش حتى الامتيازات، أبسط الامتيازات اللي متوفرة للموظفين ما يتمتعش بهم القاضي. واضح سيد القاضي في كلمة. سيد القاضي، رسالتك سيد القاضي في كلمة، رسالتك في كلمة. رسالتي احنا مدين ايدينا، احنا اضطرينا الى خوض هذه التحركات النضاليه، احنا مدين ايدينا للتفاوض على قاعده الاستجابه الى مطالبنا، ماناش راغبين في المضي قدما في هذا الاضراب، لكن سنضطر الى ذلك في صوره عدم التجاوب مع مطالبنا. الكره الان في ملعب الحكومه، ندعو السيد رئيس الحكومه الى انه يدعو الهياكل الممثله للقضاة بصفه عاجله لفتح الملف القضائي والاستجابه الى مطالب القضاة اللي هي مطالب مشروعه ومنجم يزايد علينا حتى حد في هذا الموضوع. شكرا لك يا سيد انس الحمادي رئيس جمعيه القضاة على كل هذه التوضيحات، شكرا لك.